عقب الأيام الماضية، من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نتأكد أن كل المجتمعات عندنا تشعر بالأمان والسلامة. ونعرف أن ما حصل أثر في المجتمع وفيكم. سررت بأن الاستجابة كانت سريعة، وقد تم توقيف بعض الأشخاص واتهام البعض منهم. بالأمس تم اتهام شخص شارك في أعمال الشغب وبدأ فترة سجنه مدة 3 سنوات.